نماذج النقل تعتبر نماذج النقل من الأساليب الرياضية التي تستخدم في المساعدة في اتخاذ القرار بشأن إيه؟ بشأن نقل الوحدات من أماكن إنتاجها أو أماكن تصنيعها إلى أماكن تخزينها أو أماكن عرضها. يبقى أنت عايز تشوف تكلفة النقل اللي تخلي لك التكلفة أقل. ليه؟ عشان تكلفة النقل من ضمن تكاليف الإنتاج، من ضمن تكاليف الإيه؟ الإنتاج. أنا هستخدم هنا بس طريقة أقل تكلفة ممكنة. طيب عشان أوصل لطريقة أقل تكلفة ممكنة لازم الأول أكون اسمه كون جدول النقل. جدول النقل ده عبارة عن بحط المصانع في الصفوف والمخازن في الأعمدة، وأشوف الطاقة الإنتاجية لكل مصنع والطاقة الاستيعابية لكل إيه؟ مخزن. وتعالى نشوف مثال نوضح بيه الطريقة دي. فأنا عندي مثال قدام حضراتكم. المثال دوت إن عندي 3 مصانع، هي صاد 1 وصاد 2 وصاد 3، قدامها 3 مخازن سين 1 وسين 2 وسين 3 اللي في الجدول. طيب إيه الأرقام اللي جوه الجدول؟ التمانية والاتنين والخمسة والستة والأربعة والتلاتة والاتنين والتلاتة والواحد. دي عبارة عن تكاليف نقل الوحدة من المصنع إلى المخزن. طب تعالى نشوف المصنع الأولاني. المصنع الأولاني عشان يدي المخزن الأولاني بيتكلف 8، وعشان يدي المخزن التاني بيتكلف 2، وعشان يدي المخزن التالت بيتكلف 5. المصنع التاني عشان يدي المخزن الأولاني بيتكلف 6، وعشان يدي المخزن التاني بيتكلف 4، وعشان يدي المخزن التالت بيتكلف 3. المصنع التالت عشان يدي المخزن الاولاني بيتكلف 2، وعشان يدي المخزن التاني بيتكلف 3، وعشان يدي المخزن الرابع بيتكلف 1. هو بيقول لي، بيقول لي حدد تكلفة النقل بطريقة اقل. احنا هنستخدم بس عندنا 3 طرق، ركن الشمال الشرقي واقل تكلفة طريقة بوجل. احنا هنستخدم طريقة اقل تكلفة فقط، طريقة اقل ايه؟ تكلفة. وبالتالي لا داعي لمقارنة الايه؟ النتائج. يبقى احنا هنستخدم انهي الطريقة؟ الطريقة التانية اللي هي طريقة ايه؟ اقل تكلفة. عشان اعمل اقل تكلفه لازم الاول اعدل شكل الجدول دوت. اعدله ازاي؟ اعدله بالشكل ده. فبحط المصانع صاد 1 صاد 2 صاد 3 سين 1 سين 2 سين 3، دي المخازن. بحط الطاقه الانتاجيه قدام كل مصنع والطاقه الاستيعابيه. نفس الجدول كده تعرفه بنفس المنطق. خلاص اهي التكاليف بحطها في خلايا جوه الخليه. يبقى كل خليه فيها خليه صغيره. يبقى الخليه الصغيره في الصف الاولاني 8 و2 و5، ومجموع الصف الاولاني كام؟ 400. يعني المصنع الاولاني طاقته الانتاجيه 400، وتكاليفه اللي تكاليف النقل بتاعته للمخازن الثلاثه 8 و2 و5. المصنع الثاني الطاقه الانتاجيه بتاعته 300، والمخازن اللي هو بيديها سين 1 وسين 2 وسين 3 بتكاليف 6 4 3. المخزن الثالث طاقته الانتاجيه 300، وبيدي للايه؟ للمخزن الاولاني ب2، ويدي المخزن الثاني ب3، ويدي المخزن الثاني ب1، وطاقته الانتاجيه كام؟ 500. الطاقه الاستيعابيه للمخزن الاولاني سين 1 600 وحده، يعني هو يقدر يستوعب عنده 600، والمخزن الثاني يقدر يستوعب 250، والمخزن الثالث يقدر يستوعب 350. طب احل المشكله دي ازاي؟ هو عايز يقول لي خطه النقل، يعني هتنقل مين لمين وبكام. يبقى خطه النقل معناها ايه؟ معناها تقول لي هتنقل مين لمين وبكام. خلاص تعال نحط الجدول كده. طبعا دي خطوات الحل هنفهمها دلوقتي واحنا بنقول. طيب ادي الجدول. اقل تكلفه في الجدول اللي هي رقم كام؟ 1. الطاقه الانتاجيه للمصنع صد هي موجوده التكلفه ديت عند المصنع صد 3 والمخزن سين 3. طب المصنع صاد 3 مجموع الخليه ديت مجموع صفها 500، ومجموع عمودها كام؟ 350. يعني هي الرقم الاقل 350. طبعا انا بنقل على الرقم الاقل مش بنقل على الرقم الاكبر، يبقى احط ال 350 في الخليه. مين اللي اتقفل؟ العمود الثالث، لان هو استوفيت جميع احتياجاته. طب صاد 3 هيتبقى من 500 كام؟ 150. اسيبهم على جنب. طب اروح للتكلفه اللي بعدها، هلاقي تكلفتين 2 و2. طب اختار انهي خليه؟ اختار الخليه اللي ايه؟ بتستوعب اكتر. خلاص هنختار الخليه اللي هي صاد 1 مع سين 2 مجموع صفها 400، ومجموع عمودها كام؟ 250. يبقى خدت ال 250 كلها، اتفضل من 400 كام؟ 150.
اتفضل ال 400 كام؟ 105. اروح للتكلفه اللي بعدها، انا عندي هنا من ال 500 فاضل 150 ولسه عندي 600 كاملين ما مليتهمش، يبقى اخد ال 100 وكام؟ و50 احطهم. هيتبقى خليتين، الخليه ديت والخليه اللي هي صاد 1 س 1 وصاد 2 س 1، احطهم بالتبعيه اللي فاضل عندي 150 وكام؟ و300. يبقى الجدول مليت، مليت الخليه صاد 1 س 1، صاد 1 س 2، مليت الخليه صاد 1 س 1، مليت الخليه صاد 1 س 1، صاد 3 س 1، وبعدين مليت الخليه صاد 3 س 3. تعالى نحسب التكلفه، هضرب ال 150 في 8 زائد ال 250 في 2 زائد ال 300 في 6 زائد ال 150 في 2 زائد ال 150 في 1 350 في 1، يطلع اجمالي تكلفه النقل 4150. يبقى خطه النقل ان انا هنقل من المصنع الاولاني للمخزن الاولاني، او هنقل من المصنع الاولاني للمخزن الثاني 250، وهنقل من المصنع الثاني للمخزن الاولاني 300، وهنقل من المصنع الثالث للمخزن الاولاني 150، وهنقل من المصنع الثالث للمخزن الثالث 350. بكده استوفيت جميع احتياجات كل ايه؟ مخزن طبقا للطاقه الانتاجيه اللي عندي. ناخد تمرين اتنين ونشوف. تمرين اتنين هو بيقول لي عندي ثلاث مخازن سين واحد سين اتنين سين تلاتة، وعندي ثلاث مصانع صاد واحد صاد اتنين صاد تلاتة. المخزن المصنع الاولاني صاد واحد هينقل المخزن الاولاني والمخزن التاني والمخزن التالت بتكاليف 40 و10 و30، وطاقة الانتاجية للمصنع 90. المصنع التاني هيدي للمخزن الاول والتاني والتالت بتكاليف 15 20 40، والطاقة الانتاجية بتاعته كلها 130 وحدة. المصنع التالت بيدي للمخازن التلاتة بتكلفة 30، و35 للمخزن التاني، و25 للمخزن التالت، وهو عنده 80 وحدة. المخزن الأولاني يقدر يستوعب 110، والمخزن التاني يقدر يستوعب 100، والمخزن التالت يقدر يستوعب 90. طب أنقل إزاي؟ أبص على أقل تكلفة في الجدول هلاقيها 10. ال10 دي الطاقة الإنتاجية بتاعتها كام؟ 90، الصف بتاعها 90، وهنا العمود بكام؟ 100. يا ريت كل واحد معاه ورقة وقلم ويعمل اللي أنا بقوله. هو هيروح حاطط ال90 هنا ويشطب على الصف ده كله لانه خلاص مليته. هيتفضل من المية كام؟ انا خدت من 190، اتفضل من 10، يبقى لازم ناخد نشطب على المية بالقلم الرصاص كده ونحط مكانها 10. خلاص ننقل على الايه، على التكلفه الاقل. التكلفه الاقل كام؟ 15. طيب مجموع الصف كام؟ 130، ومجموع العمود كام؟ 110. يعني هو المصنع عنده 130 والمخزن عنده 110، هو هيديله ال 110 بتوع، يبقى احط ال 110 تحت الايه؟ ال 15، ويبقى العمود ده كله اتشطب، اشطب معايا. اتفضل من 130 كام؟ 20. طيب ابص على التكلفه اللي تليها، التكلفه اللي تليها كام؟ 20. انا محتاج كنت عندي 10 وهنا بقى عندي كام؟ 20، فاخد ال 10 واتبقى من ال 20 كام؟ 10. تمام؟ يتبقى من العشرين كام؟ 10. هيتبقى الخليتين دول هحط فيهم واحدة 10 واحط واحدة كام؟ 80، عشان يبقى المجموع كام؟ 90. يبقى الجدول بالشكل ده. خلاص؟ طيب التكلفة بقى الإجمالية ازاي احسبها؟ برضو بضرب كل تكلفة في الكمية المنقولة دي. التكلفة الأولى 10 في 90 زائد 15 في 110 زائد 20 في 10 زائد 40 في 10 زائد 25 في 20. لما أضرب وأجمع 900 زائد 1650 زائد 200 زائد 2000 زائد 400 يطلع 5150. دي طريقة أقل تكلفة في النقل. وبكده يبقى أكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله.